السلام عليكم. اليوم راح ندير معكم لا سوب تاع الكابويا. لهذا لا سوب نحتاجو 350 حتى 400 من الكابويا او اليقطين، حبه بصله مقطعه، حبه بطاطا، وحبه سناريه مقطعين. التقطيع يكون عشوائي خاطر بعد راح نرحي كلش. لي زيبيس، كركم، ملح وفلفل كحل. الملح على حسب الذوق، فلفل كحل نص ملعقه، الكركم ملعقه من هذه الملعقه. ونحتاجو ماء سخون باش نمرقو، والماء اذا عندك قطعه تاع طرف تاع اللحم ولا عظم نحيتي من اللحم كيما هكا، انا هذا صدر تاع الدجاج نحيت صدر بقى فيه، هذا تلوحيه من بعد كي تمرقي. اذا ما عندكش ديري مكعب جامبو وحليه في اطراء تاع ماء ومرقي به. واخر في اخر مرحله نحتاجو كميه من الجبن، هذا اختياري، اللي ما يحبش الفرماج في لاسوب ما يديروش. نبداو بسم الله. ورانا سخنت ثلاث مغارف في الزيت، لحقت لهم البصله، نخليوها شويه ومن بعد نزيدو لها الخضره اللي بقات، الكابويا والبطاطا والسناريه. كاين خرين يديروها بارد في بارد، تلوحي كلش وتلوحي الماء في المره، بصح انا نشتي نمرقها، نشتي نقليها شوي في الزيت تجي ابن، حمام الخضره كي تقلى تجي بنينه خير. هنا راني قليت الخضره تاعي مع الزعنب، لفتي كابويا، البصله، بطاطا، السناريه، ثلاث مغارف زيت زيتون، درك نتبلهم، ملح وفلفل أكحل وكركم على مكان. نزيد هذاك الموسوع تاع العظم تاع الدجاج اللي دخلت، ونمرق بالماء سخون. تغطي الخضرة تاعك، هانا هكا، نغطي بها ونخلي بها طيب. هنا لاصوب تاعي طابت، نحي هذاك المورسو تاع العظم اللي درتو ونحيها. ولي تحب اللي راح دير فيها الفرماج ديرها دركا، اللي ما داش فرماج ما داش، اللي ما تحبش الفرماج في لاصوب ما ديروش. بعد ما رحيت لاصوب خلاص نصبها دركا. شوفي شو كيف تجي خاثره. نتمنى تجربوا هذه الوصفه خاطر صح صح راهي بنينه ومفيده جدا. تقدري تقدميها مع الكسره ولا مع بانغري، والله كيما هذا، وتاكليها ان شاء الله بالصحه والهنا.